العمل الإنساني والتسيير والقانون الدولي الإنساني وشاركة كمحاضر في مجموعة من الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالعمل الإنساني. وأنا أحب كان لي الشرف كنت أحد تلاميذ الدكتور الكريم الفاضل وتعلمت منه الكثير. مرحبا معك دكتور. هذا تواضع منك بس. طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتحقيقا لنوع من توازن التموقع الدكتور سيد والدكتور طارق جلس في وقفة من هذه الناحية، فأنا وربما الأخت ليلى سنقف من هذه الزاوية. نعم أهل المغرب العربي. بارك الله فيك. أنا سعيد جدا أن أكون بينكم في هذا المنتدى الجميل، وسعيد كذلك أنني أكون في هذه الحزمة التي أرى أنها فعلا كانت حزمة اختيرت بعناية من طرف اللجنة المنظمة نظرا للتكامل الكبير ما بين المحاور التي تناولتها، وكذلك للانسجام التام ما بين الطروحات التي قدمت في هذه الحزمة. وسعيد كذلك أن سبقني كل من الدكتور سيد والدكتور طارق لأنهما وفر علي الكثير من الجهد في طرح بعض المفاهيم أو في طرح بعض القضايا التي تعتبر من أبجديات العمل الإنساني وعمل المنظمات غير الحكومية. لا أدري إن كان العرض جاهز أو ليس بعد، على اعتبار أن هذه القضايا قضايا مهمة وقضايا تأسيسية ومركبة ومتصلة بعضها البعض. إذا كان الدكتور سيد تحدث حول كل ما يتعلق بالتدريب وتنمية الموارد البشرية باعتبارها أو باعتبار هذه الموارد هي الأسيت، هي الأصول الأساسية التي توفر عليها المنظمة، هو الوعاء الضامن للإدارة الرشيدة لأي منظمة. فأنا سأتناول موضوع لما تكلم معي أو تحدث معي الدكتور هاني جزاه الله خير وهو يحضر لهذا المنتدى، قال لي أبو أمين إيش هو المحور الذي ترغب أننا نتحدث فيه؟ هذا هو الإطار العام، ما هو المحور؟ فوجدت فعلا أن موضوع التعلم المؤسسي وإدارة المعرفة هذا من بين المحاور المهمة جدا، ومن بين كذلك المواضيع التي للأسف الشديد تم إهمالها لسنوات طويلة. وحان الوقت أعتقد إخوة الكرام حان الوقت أن نعطي للمعرفة قيمتها في بيئة منظماتنا الإنسانية. عندما نتحدث عن المنظمات الإنسانية وعندما نتحدث عن الموارد المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني بصفة عامة، عادة ما يذهب ذهننا إلى الموارد المالية، وهذا مهم، ولكن أعتقد إخوة أن المعرفة هي أهم مورد يمكن أن تتوفر عليها أو تتوفر عليه أي منظمة غير حكومية، وأن العمل الإنساني وعمل المنظمات غير الحكومية الذي لا يستند إلى معرفة فهو عمل في خواء، وعمل سيعاني من الكثير من الصعوبات والكثير من المشاكل. سأحاول ما أمكن أن أكون مختصر في هذه المداخلة، وسأحاول ما أمكن أن أركز على بعض القضايا اللي هي إلى حد ما تقنية فنية، على اعتبار أن الأمر لا يقبل أبدا الإطناب ولا يقبل أبدا الحشو. فسأحاول ما أمكن أن أقدم بعض القضايا اللي عندها علاقة بالكونسبت، عندها علاقة بالمفاهيم، عندها علاقة بالتصورات، وهذه الأشياء التي نحتاج إلى بنائها، على اعتبار أنكم إن شاء الله يمكن أن تستزيدوا في هذا المجال لأنه مجال لاحب جدا ومجال واسع جدا. الإخوة الكرام كذلك لما قدموا عروضهم كانوا دائما مدركين بأن هذه المحاور محاور كتب فيها الكثير، وبالتالي سأحاول ما أمكن أن أقربكم من هذه المواضيع، وإن شاء الله يمكن أن تستزيدوا فيها من خلال الاطلاع ومن خلال الرغبة كما ذكر الدكتور سيد أن أهم شيء هو أن تكون عندنا الرغبة في المعرفة. إذن على بركة الله
متى أولا متى بدأنا الحديث أو بدأ الحديث عن قضية إدارة المعرفة والتعلم المؤسسي في بيئة المنظمات بشكل عام وفي بيئة المؤسسات بشكل عام؟ هو في حقيقة العقد الأخير من القرن الماضي كان عقد محوري، كان عقد مهم جدا، وبالتالي من بين الأشياء التي تم الاهتمام بها أو بدأ الاهتمام بها والبحث فيها في نهاية القرن الماضي وبالضبط في التسعينات كان هو موضوع إدارة المعرفة والتعلم المؤسسي، ليس فقط في بيئة المنظمات غير الحكومية ولكن بصفة عامة ما في ذلك البزنس. وبالتالي يمكن أن نقول بأن نهاية القرن الماضي كانت عبارة على بداية الاهتمام بقضايا إدارة المعرفة وقضايا التعلم المؤسسي. ثم على مستوانا نحن ما دمنا نتحدث عن المنظمات غير الحكومية، عقد التسعينات شهد تحول كبير جدا في المشهد الإنساني، والذين واكبوا هذه الفترة يذكرون عدد المآسي التي عاشها العالم خلال التسعينات. نتكلم عن البوسنة والهرسك، نتكلم عن السودان، نتكلم عن فلسطين، نتكلم على الغرب إفريقيا، نتكلم عن انفصال السودان، يعني عدد هائل جدا من المآسي كانت خلال هذه الفترة. ونتكلم كذلك على تحولات إنسانية فيما يتعلق بالاستجابة الإنسانية بما في ذلك ميلاد أوتشا على اعتبار أنها من أكبر المنظمات التي أصبحت فاعلة في الشأن الإنساني، وكان ميلادها في نهاية القرن الماضي. ثم تصاعد المناسبة في جميع أنواع الأعمال خلال هذه الفترة. المعرفة باعتبارها أهم أصول من أصول المؤسسة بدأت تظهر في هذه الفترة. كذلك التطور المتسارع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. إذن كل هذه العوامل كانت عوامل مهمة أثرت بشكل كبير جدا لكي يظهر إلى سطح هذه المعاني، معاني إدارة المعرفة في المنظمات، معاني التعلم المؤسسي في المنظمات. ولهذا كانت هناك مجموعة مداخل في تناول هذا الموضوع. كان هناك المدخل علم النفس تناول هذا الموضوع، كان هناك المدخل الاقتصادي الذي تناول هذا الموضوع، كان هناك المدخل السياسي الذي تناول هذا الموضوع، كان هناك مدخل علوم التدبير المانجمنت ساينس، إضافة إلى الأنثروبولوجيا نفسها. وبالتالي إذا تريد أن تبحث على موضوع التعلم المؤسسي وإدارة المعرفة وتعمل شوية ريسيرش على مستوى جوجل ستجدون بأنه هذا الموضوع تحديدا تم تناوله من زوايا مختلفة، قد تكون أنثروبولوجيا، قد تكون اقتصادية، قد تكون سياسية، قد تكون مدخل علم النفس. ولعله علم النفس شيء طبيعي، لماذا؟ لأن لما نتكلم عن التعليم والتربية فالمدخل الرئيسي للتعليم والتربية والتعلم هو علم النفس، ولكن في هذا الجزء هو علم النفس التنظيمي وليس علم النفس الفردي. تعريفات مهمة. ألبير كاميس الفيلسوف الفرنسي يقول أنه إذا سمينا الأشياء غير مسمياتها فإننا سنضيف المزيد من المآسي إلى العالم. ولهذا أهم شيء هو نفهم الكونسبت، نفهم المعاني، نفهم المصطلحات. ماذا نعني بالتعلم المؤسسي؟ التعلم المؤسسي هو بروسيس، هو مسار، هو مسلسل الذي تقوم به المؤسسة من أجل أن تتعلم كما يتعلم الأفراد، وبالتالي فهو يستهدف تطوير المستمر من خلال اكتساب الخبرة واستخدام تلك الخبرة لخلق المعرفة ونقلها داخل المؤسسة، وبالتالي هي مرتبطة بطبيعة الحال بالمعرفة. أما فيما يتعلق بإدارة المعرفة، كما نتحدث عن إدارة الموارد البشرية ونتحدث عن إدارة الإدارة المالية ونتحدث عن إدارة المشاريع ونتحدث على أي نوع من أنواع الإدارة داخل أي مؤسسة، فكذلك المعرفة باعتبارها أصولاً وباعتبارها من أهم الأصول فأصبحنا نتحدث كذلك على إدارة المعرفة. والهدف الرئيس لإدارة المعرفة هو الاستفادة من المعرفة الجماعية للفرق وموظفي المؤسسة لأي غرض، لغرض صالح المؤسسة ولفائدة المؤسسة. لأن قد نجد مؤسسة كما ذكر الآن الدكتور طارق اكتشفوا بأن كان عندهم 20 موظف من خيرة الموظفين ولكن ما كانوا عارفينهم، وبالتالي ضاعت المؤسسة في هؤلاء. ولهذا الهدف الرئيسي من إدارة المعرفة هو الاستفادة من المعرفة الجماعية في خدمة من؟ في خدمة المؤسسة. إذا تلاحظون أن في هذا المثلث، هو مثلث المعرفة، يبدأ بالبيانات، ثم هذه البيانات نستخلص منها ماذا؟ نستخلص منها المعلومات، ثم هذه المعلومات نستخلص منها ماذا؟ نستخلص منها المعرفة. وبالتالي هناك ماضي فيه مجموعة من
البيانات، ناخذ بعين الاعتبار الفهم، فهمنا كمؤسسة understanding، وناخذ بعين الاعتبار السياق، السياق الذي وجدت فيه هذه البيانات، وثم نذهب نحو الاستفادة من هذه الأشياء كلها للاستفادة منها في المستقبل. وبالتالي فأهم شيء هو البيانات. نحن كمنظمات ننتج الكثير من البيانات، قد ننتج بيانات مالية، قد ننتج بيانات عندها علاقة بالمستفيدين، قد ننتج بيانات عندها علاقة بعلاقتنا مع المتبرعين، قد ننتج بيانات عندها علاقة بالخدمات التي ننفذها. هذه هي المعرفة الحقيقية. وبالتالي فإن صح التعبير فإن البيانات هي المادة الخام للمعرفة، البيانات هي المادة الخام للمعرفة. ولكن المشكلة الكبيرة وين؟ المشكلة الكبيرة هي مدى قدرة المنظمات على إدارة بياناتها. فإدارة المعرفة تبدأ أولا بإدارة البيانات، ولهذا هناك الآن علم الذي يعتبر الآن من أحدث العلوم هو علم البيانات، والآن مطلوب جدا في الساحة على جميع الجبهات. والبيانات هي ما الآن يصفون البيانات بأنها نفط القرن 21. فلهذا المنظمة التي تستهين بالبيانات التي تنتجها فهي تضيع على نفسها فرصة كبيرة جدا للمعرفة. ولكن المنافسة الشديدة والتحدي الكبير هو في قدرة المنظمة على إدارة بياناتها. فإذا إذا أردت أن ألخص تقريبا كل هذا الشيء الذي قلته، وإن كان ما زال أمامنا بعض الشرائح، أهم شيء في هذا العرض الذي قدمته أو الذي أنا الآن بصدد تقديمه هو هذه الشريحة، هو أن البيانات كمعادلة رياضية، البيانات هي المعلومات زائد التشويش. هذه بالمناسبة قاعدة ذهبية حتى في علوم المعلومات، هذه تعتبر قاعدة ذهبية أو معادلة رياضية ذهبية. البيانات تساوي المعلومات زائد التشويش. وبالتالي أي نموذج رياضي بمعنى الرياضيات وليس بمعنى السبورت، أي نموذج رياضي نحاول أن نستعين به في معالجة البيانات، ما هو دوره؟ دوره أو نجاعته تكمن في القدرة على معالجة أكبر عدد ممكن من المعلومات والتخلص من أكبر عدد ممكن من التشويش. المشكلة الكبيرة لو حللنا أعمال المنظمات الإنسانية الحالية سنجد بأنها غارقة في التشويش، وأن أغلب قراراتها التي تتخذها في ظل وجود كم هائل جدا من التشويش وليس في المعلومات. إذن هذا هو الهدف الكبير جدا الذي نحاول أن نسعى إليه، أننا تكون عندنا قدرة كبيرة جدا على أن نعالج أكبر عدد ممكن من المعلومات وأن نتخلص من أكبر عدد ممكن من التشويش. إذن ما هي العلاقة بين التعلم المؤسسي وإدارة المعرفة؟ التعلم المؤسسي نركز فيه على ماذا؟ نركز فيه على البروسيس، وسنرى لاحقا في الشرائح القادمة ما هو البروسيس الذي نتعلم من خلاله، في حين أن إدارة المعرفة تركز بالدرجة الأولى على المعرفة، على النولج. وبالتالي يمكن القول أن التعلم المؤسسي هو وسيلة وإدارة المعرفة هي الهدف أو الغاية. ما هي أنواع المعرفة؟ هناك ثلاث أنواع من المعرفة. هناك ما نسميه بالمعرفة الصريحة. والمعرفة الصريحة توجد في مجموعة من الأشكال عند أي منظمة. قد توجد في شكل سياساتها، إجراءاتها، أدلة عملها، كل ما تنتجه المؤسسة. هذه نسميها بالمعرفة الصريحة. وهذه سهلة. لماذا؟ لأنه يمكن الوصول إليها ولأنها موثقة موجودة بغض النظر على مستوى هذه السياسات، بغض النظر على مستوى هذه الاستراتيجيات، بغض النظر على مستوى هذه الدراسات أو البحوث التي عملتها المنظمة. هذه نسميها بالمعرفة الصريحة اللي هي explicit knowledge. ثم هناك المعرفة الضمنية، أنا أسميها المعرفة الضمنية المستوى الأول أو المعرفة الضمنية الأدنى. وهذه المعرفة هي مستوى تطبيق أو تنفيذ أو العمل بالمعرفة الصريحة. أعطيكم مثال بسيط.
قد يكون عند المنظمة استراتيجية، وقد يكون عندها سياسات، وقد يكون عندها إجراءات، وقد قد تكون عندها منظومة قيم على سبيل المثال. ولكن هناك فرق كبير جدا بين هذه الوثائق كما هي موجودة وبين قدرتها على تطبيقها. فقد تجد هناك استراتيجية جميلة جدا عندما تقرأها، ولكن عندما تأتي إلى تطبيق تجد بأن هناك فرق كبير جدا بين استراتيجية وبين العمل. وقد يكون عند المنظمة مجموعة من السياسات أعدتها ربما بمعية مجموعة من الخبراء وبمجموعة من الاستشاريين الخارجيين، ولكن عندما تأتي إلى تطبيق تجد بأن السياسات في واد والعمل في واد آخر. أنا أذكر على سبيل المثال في إدارة المخاطر، تعرفوا أن إدارة المخاطر أصبحت هي عقيدة العصرين الحالي، حتى أن أحد المفكرين يقول بأن إدارة المخاطر أصبحت هي عقيدة الليبرالية الجديدة، وهذا في فلسفة يعني دولية معينة قد يطول شرحها في هذا المقام. فقلت أن في إدارة المخاطر أحد الأصدقاء في أحد المؤسسات قال لي والله إحنا بدلنا جهود كبير جدا في إدارة المخاطر، والآن عندنا فريمورك الخاص بالمخاطر، وعندنا كذلك مصفوفة المخاطر، وعندنا خطط لمعالجة المخاطر وكذا وكذا وكذا. وكأنه يعني يفتخر بأنه وصلوا إلى مستوى أنهم حددوا 1200 خطر داخل المؤسسة. فكان ينتظر مني أنني أكون يعني معجب بهذا الإنجاز. قلت له يعني 1200 خطر هذا ضعف أو ثلاث أضعاف عدد موظفي المؤسسة، وبالتالي ما الفائدة في أن يكون لديكم كل هذا 1200 خطر؟ فالشاهد هو أن قد يكون عندنا كل هذه الإجراءات وكل هذه السياسات كل هذه الأدلة وكل هذه الاستراتيجيات، ولكن على مستوى التنفيذ على مستوى التطبيق فيه شيء أو فيه مشكلة كبيرة جدا. إذن هنا نسميها بالمعرفة الضمنية المستوى الأول. المعرفة فيه الصنف الثالث للمعرفة، ونسميه بالمعرفة الضمنية في المستوى الثاني أو الأعلى، وهي المعرفة التي نمتلكها بفعل التجربة وبفعل الخبرة وبفعل الحكمة وبفعل الدربة التي اكتسبناها أثناء العمل. على سبيل المثال أعطي مثال بسيط، لو تعلق الأمر بالوصول إلى المستفيدين في منطقة فيها نزاع من خلال التنسيق والتعاون مع زعماء القبائل، هذه ما يمكن تبعث لها واحد قرأ الاستراتيجية أو قرأ السياسات أو قرأ الإجراءات، يحتاج فيها واحد فاهم جيدا وعنده خبرة وتجربة وعنده خصائص شخصية نفسية وعنده قدرات لا يمكن أن تكون مكتوبة، صعب جدا أن تكون مكتوبة. مثال آخر، لو تعلق الأمر بالتفاوض على سبيل المثال مع جهات في على المستوى المحلي في قضايا تتعلق بالحصول على تسهيلات معينة لفائدة المؤسسة بالنظر إلى بعض الصعوبات مع المجتمع المحلي أو شيء من هذا القبيل، هذه كذلك تحتاج إلى كفاءات عالية قد لا تكون مكتوبة. فإذا هذه نسميها احنا بلغتنا بالحكمة، قد نسميها بلغتنا بالحكمة. فوائد التعلم المؤسسي، هناك فوائد كثيرة جدا، بعض منها قد ذكرت في الحوكمة، بعض منها قد ذكرت كذلك في الموارد البشرية، على سبيل المثال زيادة الفعالية، زيادة الكفاءة، تقدير معدل التسرب الوظيفي وزيادة الرضا الوظيفي، وهذه النقطة أريد أن أركز عليها كثيرا أو على الأقل قليلا. نحن كمنظمات إنسانية نحتاج إلى موظفين من النوع الذين لا يبحثوا على الأمل الوظيفي بقدر ما يبحثون على تنمية مسار مهني. هناك فرق كبير جدا بين الموظفين على هذا المستوى. هناك موظف يبحث على الأمل الوظيفي وبالتالي يريد وظيفة يستقر فيها ويأخذ فيها راتب، وهناك موظف يبحث عن مسار مهني داخل المؤسسة. وبالتالي الموظف الذي يدخل إلى مؤسسة تؤمن بالتعلم وتؤمن بإدارة المعرفة ولديه هذا الطموح في بناء مسار مهني يكون عنده نوع من الرضا، ويكون عنده كذلك نوع من الاطمئنان بأنه فعلا في مؤسسة قادرة على أنها تلبي طموحه، ليس فقط في الحصول على راتب شهري ولكن تربي طموحه في أنه يتطور معها.
ثم تعظيم مشاركة الموظف، التكيف مع التغيير، زيادة رد العملاء، تحسين المهارات، تعلم من أخطاء الماضي، كل هذه فوائد مهمة جدا في التعلم المؤسسي، لابد أن نأخذها بعين الاعتبار. مسلسل المعرفة أو مسلسل إدارة المعرفة بشكل عام يمر عبر مجموعة من الخطوات أو مجموعة من الحلقات. جمع البيانات، وهذا هي النقطة الأولى. كما ذكرت لكم في البداية، نحن نعتبر من حتى من الناحية الإحصائية نحن نعتبر منتجي بيانات، وبالتالي عندنا كم هائل جدا من البيانات. أنا أضرب مثال، كنت بالأمس مع أحد الإخوة في IHH فيقول لي تقريبا عندهم حوالي 3 ملايين متبرع، هذا رقم كبير. نحن في قطر الخيرية مع صغر البلد عندنا تقريبا أكثر من 2 مليون متبرع. فالشاهد أن هذا الكم الهائل كيف يمكن أن تديره، كيف يمكن أن تستفيد منه؟ أنت تشتغل في على سبيل المثال إسلامي كريم تشتغل في حوالي 60 أو 70 دولة، فمعنى أنها تحتك بحوالي 70 أو 60 بيئة تشريعية، بيئة قانونية، ثقافية، هذه كلها بيانات. كيف يمكن أن تديرها؟ وكيف يمكن أن تستفيد منها؟ وكيف يمكن أن تنظمها؟ وكيف يمكن أن تشيل منها كما قلنا تشيل منها النويز وتأخذ فقط المعلومات لكي تبني عليها قرارات في المستقبل. إذن تنظيم بيانات، تلخيص المعلومات، تحليل المعلومات، تحويل المعلومات إلى معرفة، استخدام معرفة لتسمى تعلمها 5 دقائق، ثم حفظ المعرفة لغرض استخدامها وتحديثها. وهنا نركز على قضية التحديث على اعتبار أن المعرفة ليست شيئا ثابتا وإنما شيئا متطور. بطبيعة الحال المؤسسات لا تتعلم بذاتها كما يتعلم الأفراد. الأفراد يتعلمون عبر هذا وفقا لعلم النفس التربوي، الأفراد يتعلمون وفقا لهذا المسلسل. هناك الانتباه، هناك الذاكرة، اللغة، التنظيم، الكتابة، ثم نظام التفكير. هذه هي الحلقات 6 التي يستخدمها الإنسان بطريقة لا واعية لكي يتعلم. يمكن أن نسقطها كذلك على المنظمات التي لا تنتبه، لا يمكن أن تتعلم. ما هي آلية الانتباه عند المنظمات؟ هي مراكز الرصد بشكل أو بآخر. وبالتالي فيمكن أن نعمل نوع من الإسقاط الخاص بالتعلم عند الأفراد على المنظمات، وإن كان هناك اختلاف سنراه لاحقا. عند المنظمات لابد أن يكون التعلم المؤسسي كجزء من ثقافة المؤسسة. إذا أردنا أن نختصر ما هي ثقافة المؤسسة، ثقافة المؤسسة يمكن اختصارها في عبارة بسيطة جدا، هي كيف تقوم مؤسسة بالأشياء. هذا بكل بساطة، ثقافة المؤسسة هي كيف تقوم المؤسسة بأشياء، كيف تنجز الأشياء، هذه هي الثقافة. ثقافة المجتمعات هي عاداتها، هي تقاليدها، كيف نفرح مع بعض، كيف نحزن مع بعض، كيف هذه هي الثقافة. وبالتالي كيف يمكن أن نصنع ثقافة داخل المؤسسة تعظم من تعلم المؤسسة؟ واحد من النماذج الذي يعتبر أكثر النماذج استخداما فيما يتعلق بزرع أو إنشاء ثقافة التعلم داخل المؤسسة هو هذا النموذج، الانتقال من ثقافة الامتثال إلى ثقافة التعلم. حاليا هناك ضغط كبير جدا فيما يتعلق بالكومبلاينس، فيما يتعلق بالامتثال، وبالتالي هناك بيانات كثيرة جدا يتم جمعها فيما يتعلق بالامتثال، بيانات هائلة جدا يتم جمعها. هذه البيانات إذا عملنا تحول أو انتقال إلى ثقافة التعلم يمكن أن تكون فعلا طفرة كبيرة وطفرة واسعة. وبالتالي هذا النموذج يعتبر من أكثر النماذج استخداما، هو الانتقال من ثقافة الامتثال إلى ثقافة التعلم المؤسسي. طيب كيفية إنشاء أو خلق ثقافة تعلم مؤسسي؟ وهنا نلتقي كذلك مع أخي الدكتور سيد وأخي الدكتور طارق في النقطة الثالثة في القيادة.
جميع ركزوا على القيادة. لاحظوا هذا التناغم، الحمد لله. على الأقل أنا الذي أفرحني هو أننا الحمد لله نفكر بطريقة واحدة. لماذا؟ لأن أصبحت عندنا لغة واحدة. وإذا تلاحظون هون لما تكلمنا على مسلسل التعلم، لاحظوا في النقطة الثالثة هي اللغة. اللغة هي أكبر كود في العالم بالمناسبة. اللغة هي أكبر كود في العالم. وبالتالي إذا لم تكن لدينا لغة واحدة فلا يمكن أن نفكر بنفس الطريقة. فنحن وصلنا إلى هذا إلى هذه النتيجة مع بعض لأننا نفكر بلغة واحدة، نستخدم مصطلحات واحدة. سأوفر لك دقيقة. فإذا كيفية إنشاء أو خلق ثقافة التعلم المؤسسي؟ أولا، بيئة تعليمية داعمة تراعي ماذا؟ تراعي تشجيع الأفكار الجديدة، ترك مساحة لما هو غير متوقع، توقع الفشل والتعاون معه. هذه بيئة اللي فيها التعلم، يعني ليست بيئة محافظة، ليست بيئة أركيك، بيئة مقيدة. وبالتالي هناك فسحة كبيرة جدا تعطيها المؤسسة للتعلم داخل المؤسسة من طرف الأفراد. ثم عمليات ومارس التعلم الملموسة، وضع الخطط، تمكين التعلم الاجتماعي، جمع رؤى حول العمليات اليومية، إضافة عمليات تدقيق. لما نقول عملية تدقيق، احنا بالنسبة للمنظمات غير الحكومية نتكلم على التقييم. وهنا أهمية أن 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 تحرص المنظمات على تقييم مشاريعها وعلى قياس أدائها، لأنه هو يعطيها فرصة كبيرة جدا للتعلم من الأخطاء. ثم القيادة التي تعزز التعلم، وهنا نتحدث عن دور القيادة في أنها تدعم مسلسل التعلم ليس بالقول ولكن بالفعل من خلال ممارساتها. إذن أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.